السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم. نرحب بضيفنا عبر سكايب فضيلة الشيخ علي اليوسف، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. فضيلة الشيخ علي، تحية لك. حياكم الله، الله يكرمك وبارك بكم ويجزيكم ألف خير. الله يبارك فيكم. فضيلة الشيخ علي، إذن مرة أخرى يهاجم الرئيس الفرنسي الإسلام والمسلمين إثر سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية كابل. في البداية، ما دلالات تكرار هذا الهجوم من قبل إيمانويل ماكرون في هذا التوقيت بالتحديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. واضح جدا أخي العزيز بأن ماكرون وغيره ماكرون بأنه ينفث سمومه هذه الأيام عندما يرى بأن الإسلام يتقدم في مواقع الانتصار ومواقع التمكين بعد انتصار طالبان وبعد فوز الحركة الإسلامية وتمكن الحركة الإسلامية من طرد الغزاة المعتدين، أمريكا ومن لف لفها ودار في فلكها. هذا الانتصار الكبير انعكس على ماكرون وغير ماكرون بهذه التصريحات، ولذلك فإن الدلالات واضحة وبينة، هي عدوانية وحرب على الإسلام والمسلمين. هي ليست فقط حرب على مجموعة معينة أو على الحجاب على سبيل المثال أو على شخص النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي حرب على كل هذا الدين وهذه الشريعة التي أتى بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأوحي إليه بها. وبناء عليه فهي حرب على كل مكونات الحالة الإسلامية، كل مكونات الشريعة. حرب علي، حرب عليك، حرب على كل طفل، على كل امرأة، على كل إنسان في المجتمع الإسلامي عندما يبدأون يتحدثون عن الإسلام فوبيا، يخوفون الناس من الشريعة، من الإسلام ومن الدين. هذا ما تخفي صدورهم أكبر بكثير مما تنطق به ألسنتهم. من وجهة نظرك، لماذا ينزعج إيمانويل ماكرون من وصول حركة إسلامية مجاهدة للحكم في أفغانستان في ظل معاداته الصريحة للإسلام والمسلمين على مدار السنوات الماضية، خاصة أثناء حكمه لفرنسا؟ واضح أخي الكريم بأنه ينتمي لمدرسة عدوانية، مدرسة عنصرية، مدرسة تكره الإسلام وتكره المسلمين. بناء عليه هو يدرك إدراكا كاملا بأن الإسلام في فرنسا يتقدم، وأن الإسلام في فرنسا هو ديانة ثانية. هو منزعج جدا من العلماء الفرنسيين المسلمين، منزعج جدا من العلماء الفرنسيين أصلا والذين أسلموا من هذه الأعداد الكبيرة التي دخلت في الإسلام والتي تحكم بالإسلام. هو منزعج من أن الإسلام هو كطرح، هو طرح حضاري وطرح إنساني وطرح وسطي وطرح عقلاني. هو منزعج من كل هذا لأنه يريد أن يبقي القبضة على فرنسا وعلى أوروبا قوية. عندما تقوى منطقة في العالم الإسلامي ببعدها الإسلامي الصحيح، بتبعيتها الواضحة للشريعة، للدين، للإسلام، هو يشعر بأن نهاية أوروبا اقتربت وأن نهاية فرنسا اقتربت وأنهم مستهدفون بهذا. مع أن الإسلام عندما يحكم يكون عادلا ومنصفا مع كل أفراد المجتمع. يعني ليس فضيلة الشيخ علي المبرر هو التخوف من موجات المهاجرين واللاجئين الذي تحدث عنها إيمانويل ماكرون في إطار حديثه عن ربما سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية كابل وعلى جميع أفغانستان؟ أعتقد مسألة أكبر من هذا بكثير. هذا بمثابة ذر الرماد في العيون. هذه المسألة، مسألة الهجرة، لم تتوقف في أي مناطق من أوروبا، وتستطيع الدول أن تحد منها وأن تضع لها حدودا وأن تتوافق فيما بينها وأن تضع قوانين محددة ومعينة. هذه ليست هي حقيقة القضية. حقيقة القضية هي الحرب الموجهة ضد الإسلام والمسلمين. ولذلك علينا نحن كأمة إسلامية أن نصحو وأن ندرك ما يفعله هؤلاء، بأنهم لا يحاربون منطقة بعينها أو رمز من رموز الإسلام والدين كأن يحارب النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمونه بالتهم كما فعل ماكرون، أو يحارب الحجاب أو يحارب التدين أو يضع قيودا على الأحكام الإسلامية في فرنسا وعلى المساجد وعلى الدعوة الإسلامية. ليس هذا فقط، إنما هي القضية أعمق بهذا من هذا بكثير. القضية هي اجتثاث الإسلام من جذوره، لأنه يدرك
بأن الإسلام إذا ما تقدم إنسانيا حكم واستطاع الإسلام أن ينتشر في كل مكان. لذلك نحن كمسلمين علينا أن نصحوا لهذا وأن نعمل متكاتفين متضامنين وأن نبرز الصورة الجلية للدين والشريعة. عندما نبرز هذه الصورة الجلية سيدخل الأوروبيون في دين الله أفواجا. تفضل شيخ علي، هناك نقطة أخرى الحقيقة، كيف ترى انسجام البعض من الحقيقة من أمتين العربية والإسلامية مع أفكار ماكرون تجاه طالبان هذه المرة بالتحديد؟ لأنه هو يتحدث عن أن طالبان ربما أو أفغانستان تأوي في حكم طالبان جماعات إرهابية، هو يتخوف من هذا المشهد الجديد في كابل. هناك من يتفق مع ماكرون ليس اتفاقا مباشرا وإنما اتفاق في الرؤية وفي الطرح وفي الفكر أن هذا عهد ظلامي قد جاء مرة أخرى إلى أفغانستان وهؤلاء إرهابيون وسيصدرون الإرهاب إلى العالم. أخي الكريم، طبعا كلامك فيه ثلاث نقاط. النقطة الأولى تتعلق بهؤلاء الواهمين المتمسكين بالقوة الكبرى كما تسمى بين هلالين أمريكا وأتباع هذه القوة الكبرى الذين يعلقون الآمال على مثل هؤلاء ويدورون في فلكهم ويتكلمون بلسانهم، وللأسف فهم من أبناء جلدتنا وهم ربما يكونوا مسلمين بالأسماء ولكنهم بأفعالهم وتصرفاتهم يخدمون أعداء الله تبارك وتعالى. أقول هذه الصورة هي صورة مغايرة. هناك فارق كبير جدا بين أن تأتي حركة إسلامية تحرر بلدها كأفغانستان، تأتي حركة طالبان من المدارس الشرعية، من الناس الذين خبرناهم طوال 20 عاما من المقاومة الآن، كانوا يعيشون في المغور ويعيشون في الجبال ولا يتخلون أبدا عن دينهم وعن شريعتهم وعن إسلامهم وعن ثقافتهم وعن حضارتهم، بل يتكلمون بالإنصاف الآن وهم يدخلون كابل. لم يقبلوا أن يدخلوا كابل بالدماء، إنهم يريدون دخول كابل بالسلم بدون إراقة الدماء، أن يدخلوا كابل من غير أن يكون هناك أي أثر للدماء. هذه ثقافة وهذه حضارة، ولذلك علينا أن ننظر إلى طالبان في هذه المرحلة نظرة أنها جزء من هذه الحركة الإسلامية، وبناء عليه ماكرون وغيره يحاربون طالبان على أنها جزء من هذا الإسلام ويتهمونها اتهامات مثل ما يتهمون أي منطقة أخرى، يتهمون حركات متقدمة مثل حركة حماس على سبيل المثال بأنها حركة إرهابية. هذا كله هراء، هذا كله كذب، هذا كله افتراء. العنصرية موجودة في فرنسا، العنصرية عند ماكرون، الطعن بالدين وبالشريعة وعدم احترام الأديان عند ماكرون. ماكرون أصلا إذا نظرت في فرنسا لوجدت هذه العصابات اليمينية في كل أوروبا، في كل أوروبا منتشرون، قتلوا المسلمين في المساجد، ذبحوهم. من هو الإرهابي؟ لا نريد أن نستمع إلى كلام أمثال هؤلاء والطوابير الذين يتبعونهم ويغنون بأغنيتهم وكما يقولون يعزفون بهذه السيمفونية. هؤلاء أتباع لهم وأذناب لهم كانوا موجودين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو صبور المنافقين، وبناء عليه لا نسمع لهم. أنا أعتقد العصر للقوة والعصر للحضارة والعصر للإنسانية والعصر للحركة الإسلامية التي عانت الكثير وقدمت الكثير انتصرت اليوم في أفغانستان وستنتصر غدا في فلسطين إن شاء الله تعالى. في المقابل ربما الصورة الأكثر ربما إيجابية وتفاؤلا شيخ علي، كيف رأيت فرحة أغلب عوام الناس من المسلمين على وسائل التواصل الاجتماعي بهذا التفوق لحركة إسلامية مناضلة مجاهدة قاومت المحتل على مدار 20 عاما لتصل اليوم إلى حكم دولة كبيرة كأفغانستان بموقعها الجغرافي وبتنوعها العرقي في هذه المنطقة من العالم؟ أخي الكريم، أنا لا يسعني أبدا إلا أن أحترم وأن أقدر خيار الشعب الأفغاني. هذا الخيار الذي اختارته أفغانستان، اختارت الحركة الإسلامية، اختارت طالبان، لأنها رأت أمامها نموذجا يحتذى، نموذج من التضحية، من العطاء، من الفداء، من الصبر، من عدم التسليم للمحتل، من عدم الخنوع والخضوع. نحن عندما نراقب مسيرة 20 عام لهذه الحركة
هناك بالتعامل مع أمريكا، نرى أنها لم تخضع لأمريكا ولم تخضع لقرارات أمريكا، بل بقيت مصرة على انتزاع حقوقها بيدها، ولو كلف ذلك الحياة. هذا نموذج يحترم، ونقتفي أثر هذا النموذج في بلادنا. أنا أعتقد بأن نموذج أفغانستان هو نموذج متقدم جدا أخي الكريم، وعلينا فعلا نستفيد من هذه التجربة العملاقة. أختم معك فضل الشيخ علي، الحقيقة فيما يتعلق بتصريحات ماكرون عندما تحدث عن الإسلام أو الإرهاب الإسلاموي، لو نعود ربما للوراء قليلا فيما يتعلق بتاريخ فرنسا، ليس ماكرون فحسب وإنما من سبقه، فيما يتعلق بالإرهاب ضد المسلمين في كل مكان في العالم داخل فرنسا وخارج فرنسا، ربما هي مقارنة بين هذا التاريخ الأسود وبين تاريخ طالبان في النضال في مواجهة المحتل، كيف ترى ذلك؟ أخي محمد، أنت تعلم والكل يعلم، كل مشاهد يعلم، بأن تاريخ فرنسا عندما رفعت راية الصليب وأتت إلى بلادنا وقامت بالحملات وسفكت الدماء في بيت المقدس في كل المنطقة بأسرها، تاريخها أسود حقيقة. حتى الحرب الأهلية الداخلية وقالوا الثورة الفرنسية عندما وصلت إلى ما وصلت إليه بعد ماذا؟ بعد سنين وأعوام من الحروب ومن القتال ومن الدم ومن التكفير الداخلي فيما بينهم، الحروب الداخلية، الحرب الأهلية في فرنسا وفي أوروبا، تاريخهم أسود فيما بينهم، تاريخهم أسود أيضا فيما يخص المنطقة بأسرها، كم ذبحوا في الجزائر، كم ذبحوا في المغرب العربي، ماذا فعلوا؟ تاريخهم معروف بأنه تاريخ أسود، فليولي ماكرون ولتولي كل الحكومات الفرنسية، لأنها لا تقيم للعدالة ولا للإنسانية أي قيمة. هؤلاء عنصريون فاشيون، واضح فعلهم وصنيعهم. أما إذا أردت أن تقارن، أنا أعتقد لا وجه للمقارنة بين حركة طالبان التي عاشت في الجبال والمغر وعاشت في أماكن فيها من العذابات وفيها من الآغات وفيها من الويلات وفيها من تحمل التضحيات الجسام، وبين هؤلاء أدعياء الحرية وأدعياء الثقافة وأدعياء التطور والتقدم. ما في مجال للمقارنة، مقارنة شاسعة واسعة جدا بين مجاهد مؤمن صادق مخلص مضحي ثابت على مبادئه، لا يراوغ ويقدر الآخرين ويقيم اعتبار للآخرين في ظل دولة الإسلام أو حكم الإسلام على الأقل. أنا أعتقد الفارق كبير جدا، لذلك سوف يرون أن قادمات الأيام أخي الحبيب أخي محمد ليست لصالحهم المستقبل لهذا الدين ولهذه الشريعة. أشكركم شكرا جزيلا فضيلة الشيخ علي اليوسف عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، كنت معنا ضمن هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم.